شو هالحواشب؟ حدا يبعدني شو هالحواشب؟ شو شو شو؟ What the F؟ What the F؟ It's her. انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سو زي ما قريتوا فيديو اليوم رح اروح فيه لأسوأ صالون متواجد في القاهرة، لانه انا حاليا في القاهرة وان شاء الله بعد كم يوم مسافرة. اكيد شفتوا بعض اليوتيوبرز مسوين هاي الفكرة، لانه فكرة اليوتيوب طبعا طلعت ترند جديد، لكن بالنسبة لي انا ماني مسويتها بس لانه الفيديو ترند، لانه صراحة حضرت كم فيديو لبعض الاجانب وحضرت لفيديو لبنت عربية وحسيت كأنه في شيء نوع من المبالغة، يعني بمعنى في اشياء انا ما قدرت اصدقها كمشاهدة. ماني بس يوتيوبر، انا مشاهدة زيكم، بتابع بعض اليوتيوبرز، بتابع جديد في اليوتيوب وهيك. ممكن تجربتي ما تكون زي تجربة هدول العالم، ممكن هدول العالم صادقين زي ما ممكن يكون انهم هم عم يبالغوا شوي في شيء مش حقيقي في الفيديو. اكيد تجربتي ما رح تنقل حقيقة هدول العالم، فقط بس انه انا حبيت اجرب هل ممكن اوقع عند وحدة تسوي ميكاب عن جد بيخرع، لانه انا حاليا رايحة على صالون مشان يسووا لي ميكاب. زي ما شايفين انا حاطة ميكاب كتير خفيف، فيا خليكم معي ورح نروح ميسن رفيقتي المصرية. اذا ما كنتوا تعرفوها فانا دايما مصور انا وياها في فيديوز، فهي اللي حتاخذني هون لصالون هي بتعرفوا انه كتير سيء. ويا بس اذا كنتوا اول مره بتشوفوني لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناه، تضغطوا زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، حطوا لها الفيديو بيج لايك، كمان روحوا تابعوني على الانستغرام رح يظهر لكم هون اسم حسابي، كمان بخليكم اللينك تحت بالديسكربشن بوكس. وهلا يلا صار فينا نروح يا روح الروح. سو يا جماعة هذا هو المحل اللي احنا هلا اجينا له. الله يطلع، احنا طلعنا لفوق مشان نسوي الميك اب. انا هلا حبيت اسوي الميك اب، المفروض هذا هو السيت بتصور. سو هذا هو الميك اب اللي هون. ميسم ان ذا هاوس، هي اللي احرجتني على هالمحل، فاي شيء حيصير انا جايب اتفرج واضحك واضحك. هي بتقول لي انه هالمحل هذا من اسوء المحلات. ما صورتش المحل من قدام عشان ما بعطيش سيء لي. انتي نمتي ولا ايه؟ هزود عندي اسود وهزود هدعم يعني الذهبي ده هزوده. ما عملتلكيش كونتور، وشك مش محتاجه اي كونتور بصراحه، كتير مظبوطه، خروج تحفه. بس عملت حاجه جايب. هاي هي النتيجة النهائية للميك اب. قولي شو رأيكم في التعليقات، حغمض عيني عشان تقدروا تشوفوه. فاونديشن حس ما قالت ماسك انه عم تستعمله لكل الناس نفس الدرجة. يا اكزاكتلي نفس الدرجة. يلا وات ذا اف، حرفيا وات ذا اف. حواجبك شبهي كبير قوي، مسلسلي كبير قوي. والله شبه مسلسلي كبير قوي، عارفة؟ صار حرفيا تشويه لوشي. قلت انه انا ما بحتاج لكونتور، لايك كيف انا ما بحتاج لكونتور؟ كيف انا ما بحتاج لكونتور؟ اهو على اساس انه انا ملامحي ناعمة وما بعرفش ايش وبشرتي منيحة فما بحتاج بالنسبة لها لكونتور. الشفايف من هون كتير نشفة؟ نشفة بطريقة مستفزة. اول راح اروح للبيت راح اشيلها على طول. كان نفسي انه العائلة مياسم بتكون موجودة عشان اضحكهم كلياتهم. كمان تاخدي طريقة تحفة. انا بصراحة كنت عم بضحك. انا كنت ساكتة عشان ما كانش بدي اضحك عشان ممكن الست رح تزعل، يعني فاهمة؟ فمراعاة اللي مش عارفة. انا كنتش قادرة وانت عم تسكت. شكلك ازاي كان؟ حاولت لك اللي بتضحكني عملتها 16 مرة.
اي عم حس انها كل مره كل شويه تعملي حالك تحطي لك بلاشر، كل شويه تحطي لك بلاشر بلاشر. شو هالجمال، عمركم شفتوا وحده بهالج؟ اكيد لا، ما مرت عليكم صح. وات ذا اف، وات ذا اف، قسما بالله شبه، بتعرفي المومياء القديمه مياسم هيك حرفيا هيك. تعالوا اخذ لكم اطفالكم. ما يسمع افتح النور، انه انا بدي احكي مع الفروجيتوس. اول شيء تعالي ما يسمع، انا عايزه افرغ قلبي. تعالي ما يسمعي، على فكره كل شوي عم تطلع كل ما بستلها اضحك بتقول شو هاي الزومبي. شوفوا هاي لون بشرتي الحقيقي، اوكي؟ شايفين اللون هذا الابيض؟ انا مش عارفه ليش عنا في الدول العربيه أبيض. عقدة اللون الابيض ليه؟ كل حدا له بشرته، كل حدا مميز. هي اصلا اللي عنده اغنق منك وحطت لها نفس الفاونديشن. اي حدا تحط له نفس الفاونديشن هي ديسكاستينج يا جماعه. كله زي بعضه ونفس الحاجه. المفروض انه حدا يستعمل من ميك اب لميك اب ثاني لازم يتعقم، لازم البيوتي بلندر تتنظف. ما غسلتلهاش وشها، مفروض حطيت لها على طول. يلا اشتغلي اهو فائدتك. وانا الغلط اللي ارتكبته انه انا مسويه ايبيلاسيون، يعني مسويه ازاله شعر وحاطه فاونديشن، فانا هلا لازم بسرعه اشيل هالكتله الدهن اللي على وشي هي. بس على فكره مقارنه باليوتيوبرز اللي انا شفته مسوين هالتحدي، يعتبر انا حلوه. انا قمر حتى بميك اب معفن. يا جماعه كان بس افرجكم اكثر من هون الحواجب، وشوفوا الاي شادو منو استومبي، ما في اي دمج. شو دخل هاد في هاد؟ يعني شو هاد؟ حرفيا شو هاد؟ شو هالحواجب؟ حدا يبعتلي شو هالحواجب؟ شو ما فيش كونتور في، بس بلاش. ليش البلاش هيك؟ ليه البلاش هون يتحط بس الكونتور هو اللي يتحط هيك هون؟ عمرك شفتي بلاش يتحط هيك؟ كمان شو هاد اللي على انفي؟ شو هاد؟ او ماي جودنس. ولا في حدا لسه عم يسوي كحل يا جماعه؟ في حدا لسه في 2019 عم بيحط كحل؟ انا بدي افرغ لكم قلبي لانه هالشيء غلط، وبتمنى انه بيكونوا في ميك اب ارتست عم بيشوفوني، لانه اللي فرق ما بين ميك اب ارتست منيح وميك اب ارتست سيء هو انه شخص عم يسوي دائما ابديت. شو هو اللي موجود في الفاشن الجديد؟ شو هو الموجود في الموضه الجديد؟ احنا مثلا كاطباء، اوكي انا بدرس طب، اللي يفرق ما بين طبيب منيح وطبيب سيء خلافا عن التطبيق وهي الاشياء. شو حدا يجي يقول لشخص انه هالطبيب هذا منه منيح برغم انه هالطبيب هذا دارس 12 سنه زي الطبيب الثاني اللي بكون لايك منيح درس 12 سنه؟ اللي بيفرق بكل بساطه انه هالطبيب هاد عم يسوي دائما ابديت. شو اللي صاير في عالم الطب جديد؟ شو هي الاختراعات؟ شو هي الامراض؟ بينما الثاني نايم. فهاد هو الفرق. فحرفيا هي هو الفرق ما بين ميك اب ارتست منيح وميك اب ارتست سيء، انه الميك اب ارتست المنيح دائما يكون ابديت، يشوف شو هي الموضه الجديده، شو هو الترند. هالميك اب هاد من عام 60، لايك حاس حالي من عام الستينات، صدقوني بفكرني بالتماثيل تبع الهنود اللي هي اللي بيعبدوها الهنود، فاهمين؟ فانا حاسه حالي كاني تمثال قبل ما بنهي الفيديو، إذا بعدكم مش مشتركين روحوا اشتركوا في القناة، حطوا لهذا الفيديو بيج لايك، اكتبوا لي تحت في التعليقات شو هي اقتراحاتكم للفيديوهات الجديدة، وكمان لا تنسوا انكم تتابعوني على الانستغرام. هلا رح اتصل بحدا من رفقاتي رح اخروه وبشوف شو رأيه في هالميك اب. على فكرة أنا عم بنتقد هون الميك اب، ما عم بنتقد الست اللي سوت لي ميك اب، لأنه في فرق ما بين بنتقد شخص بنتقد مهنة شخص أو أسلوبه في هالمهنة. بالعكس الست كانت كثير طيبه وكانت كثير منيحه معنا. وبالنسبه للميك اب انا هلا وشي عم ينكش فيا، بدي اشيل الميك اب، لانه الميك اب منه ماركه شيء طبيعي. احنا الطبقيه ما راح تنتهي، الطبقيه راح تستمر، وانه وجود صالونات زي هيك راح يضل موجود ما دامت الطبقيه موجوده في كل العالم. نقطه ماركه ومو ماركه فهي نقطه ما راح احكي فيها. بس على فكره شفت انا زمان فيديو لنوره ستار، هي كثير مشهوره في اليوتيوب العربي، هي يوتيوبر عراقيه بتسوي مكياج وهيك، شفتها وهي عم مسويه فيديو انه مشتريه ميك اب هيك شعبي جدا من الاسواق، بس طلعت بشيء كثير بجنن. طلعت الميك اب كثير بجنن. الانسان حتى لو بيتحط في محيط منه منيح بيقدر يبدع اذا كان عنده عن جد الموهبه، وهذا هو ممكن الفرق. فبتمنى انه هيك الفكره واضحه واخذتكم معي في كل الرحله عشان تشوفوا انه هالفيديو من بدايته لنهايته هو صادق. وهلا اجت اللحظه اللي رح نتصل فيها بحدا من رفقاتي، حاسه انه حيسوي لي بلوك بعد ما يشوفني هيك. ايش عم يحرقني؟ عم يحرقني. شو رايك في هالميك اب اللي بيخرع؟ انا شايف عفريتة قدامي. انا شايف عفريتة قدامي يا بنتي. شايف؟
او ماي جاد عفريت صدقني مين هاي؟ مين المتخلف اللي قال لي كده ده؟ انا بشو طلعت؟ قال لي عفريته يا جماعه. اعوذ بالله ليه كده يا ماما؟ ليه كده كنا حلوين يا ماما؟ يعني كان كنت واخد صوره حلوه قبل ما امشي. ليه كده غيرت الصوره كده؟ تخريب تاريخ ام الصوره كده وانا ماشي. شوف الحواجب شوف. يا شيخ اعوذ بك من القرف. المنظر ده. حرام عليك حرام كده. ما هذه القردة؟ حسب رايك بقديش هالميكاب؟ 120 جنيه. قديه بالدولار 120؟ بقديش بالدولار؟ يعني اقل من 10 دولار حوالي 8 دولار. شايف القمر؟ شايف الجمال؟ بسم الله ما شاء الله كتري يا اختي كتري. انت عيلة مهطوشة. ايش معنى عيلة مهطوشة؟ بيقول لي عيلة مهطوشة، شو تعني يعني؟ مجنونة. مجنونة. هاي ميرا، ميرا ما تقدرش تكون الا مجنونة. اي منطقة ده في اي عملتي فين؟ ما بعرفش، ما بديش اشهر، ما بعرفش. اخذتني مياسم لمحل، قلت لها خذيني لاسوأ محل عندكم في مصر، اخذتني على هالمحل. مياسم كل شوي عم تطلع فيني بتضحك. مش وشك اكيد، وشك اللي بيخرع هذا اكيد ما راح فرجيه للعالم، بس انا اللي مستعدة اشوف هيك وش. سو يا جماعة هذا هو كان الفيديو، بتمنى انكم انبسطتوا وتسليتم معنا، واكتبوا لي تحت في التعليقات شو رأيكم في هالميكاب، قديش تعطوه من 10؟ بصراحة انا بس لمجهود الست رح اعطيها 2 من 10، بس لمجهودها انه هي بذلت وقت وحطت مجهود في هالشي لا غير. ارمون يا بيبي، سلامات يا هوا، بسلامو، باي. هلا اميغاس، نحن الموسيقى. ما يسمشي الموسيقى وإلا حضرها بوك.